أيامك. أعزائي مشاهدي ومتابعي مصر تمزي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. معكم أحمد فهم فاصل عربية في بث مباشر جديد وتغطية إخبارية جديدة من خلال موقع مصر تمزي الإخباري. النهارده معانا مأساة معنى الكلمة في مدينة الخنكة التابعة لمحافظة الأيوبية. الشاب مصطفى يعني لقى مصرعه على يد خارجين عن القانون، حاولوا يستولوا على المركبة الخاصة به التوك توك اللي بياكل عليها عيش، ولكن شهيد الشهيد اللي أمة العيش شهيد الشهامة ما سابش المركبة وحاول إنه يعافر معاهم، ولكن قاموا بضربه بطلق خرطوش في الرأس مما أصابه إلى ألقى مصرعه. مصطفى الناس كلها بتحلف بيه، مصطفى ما لحقش يربي بناته الاثنين. مصطفى كان يعني أملهم في الحياة وكان عكاز والده، ولكن القدر لعب لعبته وخلى الخارجين عن القانون قضوا على حياة مصطفى ونهى حياته وترك وراه أسرة ملكومة وطفلتين صغيرين ما لحقش يربيهم. الأسرة موجودة معانا وهتحكي لنا التفاصيل الكاملة عن الواقعة. مساء الخير. خير عليك. أهلا. أتعرف بحضرتك. صلاح محمد عواد الخولي. البقاء لله الأول. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. احكي لنا بس التفاصيل كده، إيه اللي حصل لمصطفى ابن حضرتك؟ التفاصيل حصل لمصطفى كان راح يودي ناس شبين القناطر بالتوك توك. وداهم ووصلهم وهو راجع من طريق مقابر كفر الشوبك، طلعوا عليه ناس حضرتك حرامية شاوروا له، هو جاي من الطريق بسرعته عشان الطريق ده فيه مقابر وطريق خطر، فموقف لهمش ومشي. فبعد كده قال لي حرام عليك انت هتسيبهم في طريق مقطوع زي دون، اقف هاتهم. يعني الشهامة ضغط عليه قال ما سيبهمش وقف لهم قال لهم اتفضلوا يا رجالة، وراح شاور لهم قال تعالوا يا رجالة اركبهم اركبوا لحد اول الشارع. هو عارف ان المكان ده بيبقى وحش فقال لك مش هسيبهم واقفين. مش هسيبهم في المكان الوحش ده. تمام. راحوا جايين جري عليه ركبهم، رايحين فين اوصلكم لحد فين؟ قالوا لا احنا مش هنروح، انت اللي هتنزل وهتسيب التوك توك. وهددوه بالسلاح فرد خرطوش. تمام. انزل لا مش هنزل، وفضل يعافر قال لهم انا روحي تطلع وما سيبش المكنه اللي باكل عليها عيش، دي اكل عيشي وفاتحه بيتي وبتاكل باكل منها عيالي اجيب منين اني؟ فمش هنزل ومش هسيبها. وفضل يعافر معاهم لحد ما راح واحد من المجرمين ضربه بالخرطوش تحت عينه الشمال بالخرطوش، فارتك له عينه وفارتك الجمجمه وجزء من المخ فارتكه. كل دوت عشان التوك توك. كل ده عشان يعني ضحى بحياه شاب. هو شهمته وراه طفله وراه اسره وراه شهمته ورجلته شهمته ورجلته ما سمحتلوش انه يسيب حاجته تضيع قدام عينه ويمشي فاضي كده، ما قبلش على نفسه. رزقه ورزق عياله رزقه ورزق مش هيقدر يسيبه. ولقى مصرعه على كده. ولقى مصرعه على كده. طب انت عرفت الخبر ازاي؟ من عن طريق الشرطه، ونشكر رجال الشرطه جميعا قاموا بواجبهم على اكمل وجه. تم القبض على المتهمين بعدها بساعات طبعا. ما فيش ست ساعات كانت قبض عليهم. الاجهزه الامنيه بمحافظه الايوبيه تمت القبض. واشكر مدير امن الايوبيه نزل جابهم بنفسه. واشكر رجال المباحث جميعا. الخبر جالك ازاي بقى؟ جالي عن طريق الشرطه. اتصلوا بيا لما طلعوا البطاقه بتاعته وعرفوا ان هو منين، اتصلوا عليا وبعتوا لي مخبر جابني من البيت وودوني لحد شبين، وهناك بلغوا اخويا ما قدروش يبلغوني يعني راعوا شعوري، فبلغوا اخويا الصغير، واخويا جه قال لي انا بطالب بحق ابني، انا مش عايز غير حق ابني وعايز واثق في عدالتنا وواثق في القضاء بتاعنا، انا قضاء نظيف وشريف وباذن الله انا عايز اعدام للناس دي، ده حقي. حق زي ما قتلوا ابني اعدام يتقتلوا والقصاص من المتهمين. حتى يكونوا عبره ما يتكررش الموضوع ده تاني، يبقى في كل وبرجاء تصفيه كل الخارجين على القانون دول، دول بيسيئوا للمجتمع وبيفسدوا في المجتمع، نخليهم ليه؟ ده عضو فاسد باذن الله. القانون لابد من بتره، اي خارج عن القانون لابد ان هو يتصفى. اخر حاجه مصطفى قالها لك ايه قبل الواقعه؟ سلم عليا وهو نازل مش عايز حاجه يا حاج، قلت له لا يا حبيبي سلامتك ربنا يسترها عليك، خلي بالك من نفسك ما تروحش بعيد يا مصطفى وما تتاخرش بره. قال لي حاضر يا بابا. كنت دايما بتتابعه وهو على طول كل يوم اتابع واتصل عليه فينك، وهو يتصل يقول لي انت فين اجي لك اخدك منين وكده. يعني مصطفى كان ابني واخويا وكل حاجه في حياتي وابني الكبير.
سايب لي طفلتين صغيرين 3 سنين وسنه ونص، عمالين يقولوا فين بابا فين بابا، ويمسكوا التليفون ويقولوا اكلم بابا، يا بابا انت فين يا بابا، مش عارف اعمل ايه ولا اقول لهم ايه، قطع قلبي. بس باذن الله انا عايز حق ابني باذن الله القصاص للمتهمين الادام شنقه باذن الله باذن الله. مساء الخير البقاء لله. حضرتك زوجة مصطفى؟ ايوه. متجوزين من امتى بقى؟ 4 سنين. 4 سنين؟ اه. طيب عندكم اولاد ايه بقى؟ شايف في طفله كمان، طفله وطفله كمان هنا هيت. بقالكم متجوزين قد ايه؟ 4 سنين؟ 4 سنين. والطفلتين عندهم قد ايه؟ سنه ونص وثلاث سنين. احكي لنا بقى ايه اللي حصل لزوجك بقى؟ اللي حصل هو كان شغل عادي وكل حاجه، مش اي حاجه. بس هو مصطفى مصطفى في المصنع شغال موظف وشغال على التيك توك بعد كده. ما كانتش دي ورديته يعني، بس عامل برضه اللي هو يساعد واحد عشان مراته تعبانه وساعدها وكده وكل حاجه، وقال لا او ما ينفعش تسيب مراتك، خليك انت معاها ما ينفعش. قال انا خد انت ورديتي وانا اخد ورديتك، ما لحقش يكملها والله. طب الخبر جه ازاي يعني؟ انت عرفتي مصطفى؟ انا قلبي ما كنتش قادره الساعه 11 كده، ما كنتش طبيعيه ولا خدت فيها اي حاجه، وفضلت اللي انا فضلت اللي انا اعيط ومش قادره، وكاتمه جوايا ان انا ما اخوفش حد يعني. يعني ايه ما فولش عليه برضه، ما كنتش اقول لهم ده هو في حاجه، بس قلت لاخته الساعه 2 بالليل ادخلي صحيهم عشان مصطفى في حاجه يمدوا يلحقوه. انت حاسه ان في حاجه لمصطفى؟ اه حاسه اللي هو في حاجه. لو اتاخر بره بيقول له انا هتاخر وشويه وجاي. تمام. ما تقلقيش انا شويه وجاي. يعني لو اتاخر بيتصل ويقول لها مثلا ما تقلقيش انا جاي وكده. بدل ما اتصلش عليا خالص. الخبر الخبر جالك ازاي؟ الخبر جالي انا فضلت اللي هو والده راح وكده، وقال له انا كنت عايزه اروح، قال له لا خليكي. انا في دماغي ده كله اللي هو ورق توك توك عادي يعني. في مشكلة عادية بخصوص المرور ورق مثلا حاجة زي كده، عايزين ورق المكنة وكده ماشي من غيرها يعني. او حادثة مثلا الكلام ده. بس انا كان في دماغي برضه بقالي كتير برضه احس اللي هو هيجرى له حاجة. مش طبيعي بيزعق. ربنا يصبرك. عرفتي الموقف جالك الخبر ان مصطفى توفى. مين اللي بلغك؟ والدته قالت لي قعدت تقول اه ابني التليفون. والله يا ماما في ايه؟ تقول اه يا ابني بعد اه يا ابني. والله طب هو فين؟ انا كل اللي في دماغي بيعمل عمليه عمل حادثه في عمليه يعني كده، لقيتها عماله تقول اه ابني اخته. قالت لا ما فيهوش حاجه ما فيهوش حاجه، وعاملين يطمنوني وعاملين، وكل اللي يجي يطبطب عليا ما فيهوش حاجه والكلام ده. قلت لهم لا. وعمتي قالت لي ما فيهوش حاجه، مصطفى بيتخانق والكلام ده. قلت لها لا ما تقوليش كده، مصطفى ما بيتخانقش، مصطفى لو لقى خناقه بيصفاها في دقيقه بينزل، لو ما يعرفش الناس دي والله العظيم بينزل لهم. وكذا مره حصلت معايا، ببقى راكبه معاه ويركن المكنه يلاقي شباب بتتخانق يتدخل. كان دايما بيشارك في الخير. ينزل لو في خناقه ينزل، وهو اللي يراضي الجدعان وكل حاجه. عمره والله والله العظيم بجد عمره ما شفته بيتخانق، ولا هو خطيبني ولا دلوقتي. ما عمره ما في جه حد قال لابنك عمل لابنك زي، ولا كانوا بيجي يقولوا لابنك. وعمره لو نازل مشوار العزبه والله العظيم كان بيحط الفلوس في الجامع، وكل جمعه وانا جايه من عندنا كان ياخد ولاده ويشيلهم يقول لهم خدوا حطوا فلوس في الصندوق. والله العظيم كنت كل شويه يفضل يقول كده، وكان بيسأل كتير. كنت اقول له اعمل حاجه قدري، كان دابح حاجه عاملها على المكنه دي. قلت له انت هتفضل ماشي بالمكنه بدمها ده، افرض اتمسكت هيقول له ايه؟ يقول لي لا اعمل العين عنها شويه دبحها. خد كل اللحمه ديت ما فرقش لاي حد، الله يساب كل اللي قاعد يقول لا ما حد، اقول له هيزعلوا منك، يقول لي لا ما حدش هيزعل، ما حدش بيزعل مني. خد كلها ووداها للايتام. يعني مصطفى اخر حاجه قالها لك قبل الواقع ايه؟ اخر كلام قاله لك؟ قال لي بنته قال كل بالهنا والشفا. دي اجيب لك تاني؟ ما تكلمش معايا خالص. ما تكلمش معاك انت؟ هو نازل بيقول لك حاجه؟
كان نزل قلت له هات لي التمثيليه انا عايزاها، قال لي خلاص ماشي سيبيني انزل بقى. رحت قايله طب خلاص يلا انزل. دخل جوه قال لا انا جاي، ما اعرفش قال لي مين، لا انا جاي. فضل نازل بقى عينه مدمعه، بس نازل مش قادر ينزل، مش قادر يتحرك. كان قلبه حاسس ان يحصل له حاجه. والله قلبه حاسس. والله العظيم بتقولي كانش طبيعي في اليوم ده. يعني وقبلها بيوم صوريني، خدي صوريني. قلت له لا مش مصوره حد، النوع اللي انا كان بيحب يضايقني يعني في الكلام ده، بيحب يعني انا عصبيه وكده يعني، خدي صوريني. لا ومتصل بيا مخصوص في يوم، كان لابس بقى طقم ونازل متصل بيا مخصوص في يوم، يقول لي يا مشير هو انا مش مسرح؟ بقول له لا مسرح وكل حاجه. يقول له امال الناس عماله تبص عليا ليه؟ امال انا كل الناس عماله تبص عليا ليه؟ حريم بنات رجاله عاملين يبصوا عليا قوي. رحت قايله له بجد وقلبي مقبوض قوي، قالوا له اصل البتاع اللي انت كنت لابسه ده كان جميل قوي فيك، انا مش عارفه وانت ليه اليومين دول عمال تتغير. بيقول لي قري بقى قري، ما كانش يقول لي غير قري. طيب طلباتك ايه يا ستي توصل لمين؟ بس كل الناس تسمعني اللي يجيب حقه. بس ما ياخدوش حكم بس هيبقى حرام، والله لو خد حكم بس هيبقى حرام، مش هتناموا مرتاح، والله ما هتناموا مرتاح، هيبقى حرام عليكم. انا عايزه يبقى حقيقي اعدام، عشان اعدام ايه؟ والله شويه، والله العظيم شويه على هول الاعدام، انا عايزه حقيقي بجد بجد. كان نفسه ولاده يطلعوا ايه؟ قالوا لي كان نفسه يطلعوا حاجه كبيره، نفسي عيالي دول يطلعوا حاجه كبيره. اقول له هتعيش وتشوف ولادك حاجه كبيره والله. يقول لي نفسي يبقى باور. باذن الله حق هيجوا، باذن الله حق مصطفى مش هيضيع، وده شهيد لامه عشان ينام مرتاح. مساء الخير، بتعرف بحضرتك؟ مساء النور، محمد محمد عواد عم مصطفى رحمه الله. اولا البقاء لله وتعزينا في مصطفى شهيد لامه العيش بمدينه الخانقه محافظه الايوبيه. احنا بقى بالتفاصيل كامله واخو حضرتك حكى لنا، ولكن انت في ايجاز بسيط كده هتحكي لنا التفاصيل، ايه اللي حصل لمصطفى؟ اللي حصل زي ما اخويا حكى ان مصطفى اتقتل علشان بيدافع عن حاجته وبيدافع عن ماله. مصطفى اتقتل علشان هو كان شاه، مصطفى اتقتل علشان هو كان راجل، مصاب طفلتين لا حول ليهم ولا قوة في اعمار زهور، واتقتل بلا رحمة، يعني اتقتل بطريقة اتقتل بدم بارد. انت بتسرق ذنبه ان هو حب يساعد الناس، هو اصلا يعني وقف وقف ده بعد ما كان مقرر انه مش هيقف لان مش مآمن ليه. تمام. فلام نفسه وقال يا اخي انت يعني مثلا، قال لنفسه انت بتسيء الظن ليه؟ ما تكسب صاب فيهم، يمكن عايزين يطلعوا رايحين شغل ولا حاجه بتاع. فوقف خدهم تاني، رجع في كلامه وقف خدهم تاني. فهو يعني حتى عمل معاهم هم الشهامه، هو كان قاصد معاهم الشهامه اساسا، لكن عمل كده وهو عارف انه كده ايه المكان ده خطر اساسا، لكن قدم حسن النيه بمعنى اصح يعني. قتلوه سابوه جنب التوك توك بتاعه مرمي لحد ما الاهالي بتاعته، حتى كمان التوك توك ما سرقهوش، ما سرقهوش، ما سرقهوش. امال قتلوه ليه؟ لان التوك توك طبعا انا شفته بعيني غرقان دم، والطلق الخرطوش يعني كان فيه قطع مخ من مخ ابن اخويا الله يرحمه، فاكيد هيمشي بيه ازاي يعني، هو مش عارف يقعد فيه اساسا، هيمشي بيه بالشكل ده ازاي؟ مصطفى كان بالنسبه لك ايه؟ مصطفى ابني وصاحبي، والله 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 وصاحبي، وما اقدرش اقول لك يعني، يعني انا بقى لي فتره، بقى لي شهر ربنا اراد لي بتعب كده. مصطفى عرف بعد اسبوعين بس من تعبي، عوضني في الاسبوعين التانيين اللي هو ما كانش عارف يوم ان انا تعبان. مصطفى بصفته عنده توك توك كان اول حاجه بيعملها لما بيرجع من الشركه بتاعته بيتصل بيا، رايح استشاره النهارده يا عم اجي اوديك، طب هتروح امتى؟ طب يا بالله عليك يا عم. كان محبوب وسط زمايله، محبوب في المنطقه جدا 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 وسط العيله، وممكن حضرتك مش بتاع مشاكل، ملوش خالص، مش بتاع مشاكل، مش بتاع سيجاره، مش بتاع الشاي اللي مع السيجاره. بيصلي الحمد لله، ملتزم بشغله وبيته واسرته، ملتزم بشغله جدا واسرته، وهو على ملتزم علشان بيحب الشغل مش بيحب المال. حضرتك بتطالب بايه؟ بطالب طبعا بحقه يرجع بما يرضي الله، بطالب بانه يعني هو موته رحمه ليه،
لكن انا مضطر اطالب بموته، مع ان انا كده بطالب بالرحمه ليه. تمام، يعني القصاص العادل، القصاص العادل اللي قتلت ابن اخويا. تمام، مع مراعاه الوقت.